وأبدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل الانطلاقات، أعلنت منذ لحظات انطلاقة الشوط الثامن الخاص بفئة الزمول المهجنات الأصائل من مسافة 8 كيلومترات الحاضرة معنا في صباح هذا اليوم. نتابع المقدمة والصدارة والانطلاق الأول، يأتي الطائر على مقدمة الشوط السيد سعيد بن علي بن محمد الهاملي من يتواجد على المركز الأول والمقدمة الأولى، بينما نقلتنا الثانية إلى المركز الثاني إلى ثاني التحديات وثاني الانطلاقات. كما نذكر بأن الجائزة سيارة لصاحب المركز الأول وجوائز نقدية ثمينة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر، هذه الجوائز القيمة التي قدمت في هذا ختامي المرموم لعام 2018 على أرضية تحفة ميادين السباق ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة. المركز الثاني الجميل خليفة بن سالم بن علي المنصوري من تسلل إلى المركز الأول وإلى المقدمة الأولى، جميل يأتي بشعار المنصوري. والمركز الثاني يتواجد الطائر للسيد سعيد بن علي بن محمد الهاملي، والمركز الثالث نسناس للسيد بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري. مرحبا بك يا مالك نسناس من يتقدم هنا على مستوى المركز الثالث. والمركز الرابع مروح للسيد عبد العزيز بن راشد القراع النعيمي يتقدم على مستوى المركز الرابع وخامس التحديات والانطلاقات الوصول. من جمران للسيد حمد بن سالم بوثم العامري يتقدم شعار بوثم في هذه اللحظات، بوثم مع المركز الخامس وسادس التحديات. من الجانب الأيمن نتابع الشعارات التي بدأت تتقدم وتعلن عن حضورها المميز براق حميد بن حارب بن حميد المهيري، وصل شعار المهيري على مستوى المركز السادس وسابع التحديات. نتابع القدوم هنالك من مولع مطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي، يتقدم بدورة على المركز الثامن والمركز التاسع الوصول من راهي لسيد محمد بن شطيط المصبح المتفيج الكتبي، والمركز العاشر نختم به النداء الناوي علي بن محمد بن سعيد بن معضد النيادي، وصل على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة الأولى، إلى التحديات الأولى. نسناس من غير الأمور، من غير مجريات وتحديات الصدارة. نسناس رشيد بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري لينطلق على المقدمة وعلى الصدارة الأولى، يبحث عن الناموس، عن الفوز والانتصار وعن السيارة التي تنتظر واحدة من بين هذه الشعارات. وهنا نسناس على المقدمة، نسناس على المركز الأول، بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري من يقدم لنا نسناس بهذا الأداء الجميل والمميز على الصدارة، ولكن وصل في هذه اللحظات وتقدم مروح عبد العزيز بن راشد النعيمي، يتقدم على مستوى المركز الثاني، يحمل الرقم واحد، يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. من الجانب الأيمن يتقدم الطائر سعيد بن علي بن محمد الهاملي، ثلاثة أسماء، ثلاثة شعارات بدأت بالانطلاق المميز والجميل، ثلاثية مميزة على هذه المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الرابع الوصول والتقدم من جميل خليفة بن سالم بن علي بن يداه المنصوري، يتقدم الآن على مستوى المركز الرابع، يتقدم هذا الشعار المميز شعار بن يداه، بينما المركز الخامس نتابع القدوم والانطلاق من براق
للسيد حميد بن حارب بن حميد المهيري، والمركز السادس مولع مطر بن محمد الضبيعة الكتبي، من يقدم لنا مولع في هذه اللحظات على المركز السادس. والمركز السابع الناوي علي بن محمد بن سعيد بن مأضد النيادي، بدأ يتقدم شعار النيادي. والمركز الثامن القدوم من جمران حمد بن سالم أبو الثمن عامري يتقدم بدورة على المركز الثامن. والمركز التاسع الوصول من الهزاز حمد بن محمد بن سهيل العامري. والمركز العاشر أختم به النداء القدوم من راهي سيد محمد بن شطيط بن مصبح المتفيج الاكتبي، يصل على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الثاني لمسار وتحديات هذا الشوط. ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة الأولى وإلى الانطلاق الأول. ونسناس نسناس لا زال هو المسيطر على المقدمة وعلى الصدارة. نسناس نسناس بهذا الأداء الجميل والمميز، نسناس في مقدمة الشوط. بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري من يقدم لنا نسناس اللي يتواجد على الصدارة مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات ما تفصلنا عن خط النهاية وعن السيارة وعن الناموس والفوز والانتصار. ونسناس هو المسيطر من أجل هذه النواميس، يتواجد شعار المنصوري على المركز الأول. بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري من يقدم لنا نسناس على المركز الأول. المركز الثاني مروح عبد العزيز بن راشد القراع النعيمي يتقدم الآن على المركز الثاني. والمركز الثالث المركز الثالث الوصول من الطائر سعيد بن علي بن محمد الهامي يتقدم على المركز الثالث. والمركز الرابع نتابع هنالك القدوم على رابع التحديات، يصل براق لسيد حميد بن حارب بن حميد المهيري من يحتل المركز الرابع. والمركز الخامس الناوي علي بن محمد بن سعيد بن معضد النيادي يتقدم على المركز الخامس، بينما نقلتنا القادمة إلى المركز السادس الوصول والانطلاق من الهزاز حمد بن محمد بن سهيل العامري من يقدم لنا الهزاز على المركز السادس. والمركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام جمران حمد بن سالم بوثم العامري يتقدم الآن على المركز السابع. والمركز الثامن الوصول من لطام، أول نداء لانطلاقة لطام سيف بن محمد بن حويرم الكتبي يصل على المركز السابع. والمركز الثامن مياس سالم بن علي بن سالم السبوسي وصل على مستوى المركز الثامن. والمركز التاسع هنالك القدوم والانطلاق الجميل والمميز من مياس سهيل بن حمد بن يطبع العامري. والمركز العاشر وبران جابر بن سلطان بن راشد الخيالي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المقدمة إلى الصدارة إلى التحديات الأولى. لا زالت المقدمة تحت أقدام نسناس، نسناس على المركز الأول، نسناس على المقدمة الأولى يأتي بهذا الشعار المميز والجميل. بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري من يقدم لنا نسناس على المقدمة الأولى، نسناس في الصدارة الأولى. المركز الثاني مروح عبد العزيز بن راشد القراعة النعيمي يأتي شعار القراعة على المركز الثاني. والمركز الثالث التقدم من براق حميد بن حارب بن حميد المهيري على المركز الثالث. المركز الرابع مولع مطر بن محمد الضبيعة الاكتبي، وخامس التحديات القدوم من متعب محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي. خمسة نجوم، خمسة عمالقة، خمسة شعارات مميزة بهذا الانطلاق الجميل. ونعود بحضراتكم إلى المقدمة الأولى، إلى الانطلاق
الأول وهنالك نسناس على المركز الأول و2000 متر ما يفصلنا عن خط النهاية، 2 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية، نسناس ومروح، مروح ونسناس لمن ناموسي هذا الشوط، ولكن مروح يحمل الرقم 1 ويتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الأول. مروح رسيد عبد العزيز بن راشد القراعة النعيمي المركز الثاني، نسناس بخيت بن راشد بن ذيبان المنصور يأتي شعار بن ذيبان على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع القدوم من براق سيد حميد بن حارد الحميد المهيري وصل على المركز الثالث والمركز الرابع، جمران حمد بن سالم بوثم العامري يتقدم على المركز الرابع، المركز الخامس مياس سالم بن علي بن سالم السبوسي يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس، ولكن المقدمة مروح على الصدارة، مروح على المقدمة، مروح لسيد عبد العزيز بن راشد القراعة النعيمي من يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط، وبدأ بالانطلاق، بدأ بالتحديات المميزة والجميلة، 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، والمقدمة مع مروح من يقود هذه المسيرة، ولكن بوثم القادم مع هذه التحديات، جمران حمد بن سالم بن وثم العامري من يقدم لنا جمران وايضا من الجانب الايمن مجد محمد بن حمد بن حميد العويسي، اول نداء لشعارك يا العويسي من يتقدم الان، ولكن مياس سالم بن علي بن سالم السبوسي ولكن بوثم، الله على هذه الانطلاقه المميزه، يا سلام انطلق جمران بوثم العامري يتفوق مع هذا الانطلاق الجميل، ابناء الساد ابناء النواميس ابناء الانتصارات يقدمون لنا جمران بهذا الاداء الجميل، وسلامي عليك يا بوثم يا العامري على هذا الاداء وعلى هذه العروض المميزة اللي يقدمها جمران حمد بن سالم بوثم العامري، من يقدم لنا جمران بدون أي منافس ولا منازع، تهانينا والناموس لمالك جمران، وسلام يا الساد، سلام على هذا الفوز والانتصار، جمران سيد حمد بن سالم بوثم العامري، تهانينا والناموس لحظات وصوله إلى خط النهاية، بينما المركز الثاني كان الوصول على ثاني التحديات من قبل مجد محمد بن حمد بن حميد العويسي، والمركز الثالث وبران جابر بن سلطان بن راشد الخيلي، المركز الرابع متعب محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرع، المركز الخامس كان الوصول على خامس التحديات مختار أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي. نعود بالتوقيت الزمني، تهانين والناموس لمالك جمران حمد بن سالم بن وثم العامري، قطع مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة 5 ثواني 5 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني كان الوصول على ثاني التحديات. مشاهدينا ومتابعينا الكرام كما تشاهدون على شاشة قناة دبي ريسنج المتابعة لهذه التحديات، 13 دقيقة 12 ثانية 7 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس لمالك مجد محمد بن حمد بن حميد على عويسي، والمركز الثالث وصل على ثالث التحديات وبران للسيد جابر، التوقيت 13 دقيقة 16 ثانية 4 أجزاء الثاني، وبران جابر بن سلطان بن راشد الخيري.